السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف موضوع ان انا اضيف اظلال للشكل هو في 2D. فاجي هنا خلينا الاول نرسم مثلا الارضية تحت الشكل دوت. اقول له بيلدينج شيل، واقول له مثلا عايز ارسم السلاب تولز. اهو بعد ما حددت الحوايط دوست انتر، فراح رسم لي السلاب. بعد كده هقول له انا عايز ارسم فيجواليزيشن، واختار بقى الاداة ديت. اقول له الاتجاه بتاعي اهوت. طيب عايز شغل 24 ساعة ولا 12 ساعة، او عايز ان شكل، وعايز شكله يبقى عامل ازاي في 2D. وبعد كده اللوكيشن بتاعي اوكي بالشكل دوت اهوت. وبعد كده اقدر هنا اجي اختار هنا ده ال 2D بلان، او عايز برسبكتيف يبقى بالشكل دوت. طبعا برسبكتيف بيبقى افضل، تختار الاتجاه بتاعك اتجاه الظل. طيب ممكن تيجي بقى هنا تحدد اليوزر سولار تايم، وتشوف ايه الحاجات اللي تعمل لها رندر. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الشكل هيبقى عامل ازاي، زي ما شايف بيتغير حسب الصبح ولا بالليل، الساعة كام، وحسب اليوم ايه والشهر ايه. اهو بالشكل دوت. ده بتختار السن مع كرنت فيو، او تقول له فيو وصلنا، هي تتغير بالشكل دوت اهوت.